الأيام بسم الله فتحت عنا إحنا مستكشف الإنترنت، تمام؟ حكينا أول جزء هو أول شريط، شريط العنوان، تمام؟ بيحتوي على زر الإغلاق إكس والتكبير والتصغير، تمام؟ هلا نيجي على الشريط الثاني، حكينا وهو شريط العنوان، حكينا على الشريط الأول شريط العنوان وأشرنا عليه، تمام؟ هلا نيجي على الشريط الثاني وهو شريط صندوق العنوان. شريط صندوق العنوان، تمام؟ بيحتوي شريط صندوق العنوان يا مس على 3 أشياء. أول إشي عنوان موقع الإنترنت. بنلاحظ إحنا هون دخلنا على mode.gov.jo، ومن هون أنا بحط المؤشر وبكتب عنوان الموقع، بدي facebook.com، بدي أبحث عن أي موقع أنا بدي إياه، بكتب هون بهذا البوكس عنوان الموقع اللي أنا بدي إياه، أوكي؟ تمام؟ الجزء الثاني يا مس، إذا بنلاحظ إحنا، إذا يا مس حكينا هون موقع عنوان اللي بندخله للإنترنت، موقع عنوان الإنترنت. هلا صف التبويبات، هي مس صف التبويبات، شايفين؟ شايفين هاي الإشارة اللي بحكي عنها أنا يا مس؟ مثلا أنا بدي أفتح تبويبة جديدة، تمام؟ يعني صف، يعني عنوان إلكتروني جديد، تمام؟ بكتب مثلا، باجي هون لما فتحته بيفتح لي تاب جديد أو صفحة جديدة يعتبر، تمام؟ باجي هون بحط بالعنوان مثلا بدي فيسبوك، تمام؟ هي مرحبا بك في صفحة علامة الويب الجديدة، تمام؟ بحط انا مثلا اسم موقع جديد، تمام؟ باجي هون بكتب عنوان الموقع اللي بدي اياه، مثلا انا بدي فيس بوك، اوكي؟ بدخل عنوان الفيسبوك اللي بدي اياه، تمام؟ مثلا ما بدي اياه انا، اوكي؟ عفوا انه جهازي شوي بطيء يا مس، تحملوني شوي، تمام؟ ما بدي اياه يا مس، باجي على الاكس اللي جنبيها هون بسكر هاي التبويبه، اوكي؟ بنلاحظ انه انا مثلا اجيت على هذا التبويب انا ما بدي اياه، باجي على الاكس اللي بجنبيها بسكر التبويبه، اوكي؟ اذا الاكس الموجوده هون لاغلاق التبويب اللي انا فتحته، تمام؟ والصفحه الجديده هاي اللي فتح تبويبه جديده، اوكي؟ هلا في عندنا كمان مجموعه من الادوات، كل منها بتؤدي الى وظيفه معينه، حكينا عنهم الادوات هدول، هي هم الباك لرجوله صفحه لاحقه للخلف، هون تقدم صفحة سابق يعني للأمام، تقدم إلى الصفحة اللاحقة عفوا. في عندي هون الهوم عرض الصفحة الرئيسة، وفي عندي النجمة عرض قائمة المفضلة، تمام؟ وفي عندي المسن هو الأدوات. بعدين نيجي يمس هون على قائمة اللوائح، كل لائحة بتحتوي على مجموعة من الأوامر، وكل يعني مجموعة من عفوا اللوائح، كل لائحة بتحتوي مجموعة من الأوامر، أوكي؟ شايفين هي أوامر فيو، هي هون أوامر فايل، أوكي؟ بعدين نيجي على شريط رقم 4، هي هذا اللي هون النجمة الصفر، تمام؟ هو شريط المفضلة، تمام؟ مكان نحفظ فيه عناوين المواقع اللي إحنا بنفضلها، أوكي؟ بنفضل زيارتها باستمرار حتى يسهل الوصول إليها. وعندنا هون آخر يعني عفوا قبل الأخير، وهو شريط الأوامر، هي هم اللي حكينا عنهم مكتوبين بالكتاب العربي. أنا في عندي مجموعة من الأوامر، والأكثر استخدام هي الهوم، أنا عندي فرد الصفحة الرئيسية وتحتوي على خيارات إضافة أو تغيير أو حذف الصفحة الرئيسة. في عندي البريد الإلكتروني الخاص فيه إني أفتح وأدخل عليه. عندي هون لطباعة الصفحة الحالية أو معاينة قبل الطباعة وإعدادات الصفحة، هاي صورة البرينتر. عندي البيج، هي يعني نفسها الصفحة، هي عرض قائمة تحتوي الأوامر الأكثر استخدام. وفي عندي أمان اللي هي السيفتي، عرض قائمة تحتوي خيارات السلامة والأمان. وفي عندي التولز، هي الأدوات، عرض لائحة تحتوي على الأدوات الشائعة الاستخدام. وآخر إشي في عندي علامة السؤال، هي الهلب أو المساعدة، تمام؟ وآخر إشي رقم 6 يا مس، هاي عبارة عن صفحة الويب، أنا من هون بقدر أنا أتنقل وأشوف وأبحث عن الأشياء اللي بدي إياها، وهي تسمى صفحة الويب، وهي الصفحة التي تراها في موقع معين اللي أنا بدي دورت فيه، حتمكن التعامل معها من خلال جهاز الحاسوب، تمام؟ إذا أنا لهون درسي، حكينا عن مكونات الرئيسة للشاشة، حكينا شو يعني مستكشف إنترنت، أخذنا أمثلة على مستكشف الإنترنت، ومس مطلوب منك كيف يعني مثلا هاي الصورة مطلوبة منك وتعين عليها الأجزاء اللي حكيناهم، والجداول الصفحة 71 و72 مطلوبين منك، تمام؟ مطلوب منا يا مس حل الأسئلة، كيف إحنا بنسكر الصفحة؟ يا بروح على فايل من هون بختار إكزيت أو كلوز، تمام؟ بطلع منها، أو بروح على قائمة الإكس الموجودة هون close all tabs، إنه تذكر كل اللي أنا فاتحته، بحكي له يس، تمام؟ وهذا درسنا لليوم يا سابع، ويعطيكم ألف عافية يا مس.